جدل حاد في الشارع الدرزي بشأن قانون القومية. الترحيل الناعم سياسة عنصرية جديدة لإسرائيل في المدن المختلطة. وفي النقب ترحيب بالإفراج عن شيخ العراقيب صياح الطوري. في خضم دعوات قيادة الطائفة الدرزية لمعارضة قانون القومية ومواجهته بكافة الأشكال، أكدت القيادة الروحية للطائفة على موافقتها المبدئية لمقترح نتنياهو الساعي للتخفيف من وطأة الغضب على القانون العنصري. إذا في تصحيح للمسار طبعا مع اتفاقية، احنا بالنهاية هذا بنوصل له اتفاقية، ولكن الاتفاقية هي على مساواة تامة في دولة إسرائيل. وعلى أنا مش رح أقول إبطال القانون لأنه بعرف أنه صعب جدا إبطال القانون، ولكن إحنا نناضل من أجل مساواة تامة. بينما يرى البعض بأن مقترح نتنياهو بمثابة امتصاص لغضب الطائفة الدرزية، تتحرك القيادة الدرزية لإتمام صياغة مقترح نهائي يضمن بعض الحقوق والتسهيلات للأقلية الدرزية، ورغم ذلك تبقى وجهة النظر السائدة معارضة لذلك. أولاً المقترح هو عبارة عن مقترح واقتراح، وليس واقع وليست حقيقة وليس قانون وليس تشريع، إنه بعيد جداً عن ما نصب إليه. لذلك أقول أنا طبعاً أفضل وأريد وأناضل من أجل تغيير قانون القومية وإدخال عنصر المساواة والديمقراطية داخل هذا القانون. لا، إحنا مش موافقين مع المقترح، إحنا ضد المقترح، لأنه ما بيناسب ولا بتناسق مع الأمور اللي احنا قايمين فيها للدولة. نقاش داخلي حاد في صفوف الطائفة الدرزية شهد معارضة واسعة على الصفقة الأخيرة، فيما وصف البعض نتنياهو بمن يحاول تنفيذ سياسة فرق تسد، مؤكدين على رفضهم لأي اتفاق لا ينتهي بإلغاء قانون القومية. عقد رئيس بلدية الناصرة علي سلام اليوم مؤتمرا صحفيا في دار البلدية، أعلن فيه استمرار عمله في رئاسة بلدية الناصرة حتى انتهاء المدة القانونية المحددة له، وهي نهاية تشرين الأول أكتوبر المقبل. ووفق المعلومات الواردة، فإن وزير الداخلية الإسرائيلي أريا درعي اتصل برئيس بلدية الناصرة وأبلغه بأنه يعتزم إبقاءه في منصبه كرئيس للبلدية، الأمر الذي أكده علي سلام. وعرض سلام خلال المؤتمر رده على ادعاءات المعارضة التي تقول إن إدارة رئيس البلدية غير ناجعة وإنه ارتكب العديد من الأخطاء. حيفا وعكا ويافا واللد والرملة، خمس مدن عريقة تتربع على ساحل فلسطين التاريخية. ومنذ النكبة الفلسطينية وحتى اليوم لم تتوقف الممارسات الإسرائيلية بحق أهالي تلك المدن، كما هو الحال مع ما بات يعرف محليا بالترحيل الناعم. قبل حوالي 8 سنوات قدم إلى مدينة اللد ما يسمى النواة التوراتية، اللي هي مدعومة من البيت اليهودي اللي هم مستوطنين الذين كانوا يسكنون في جوش كتيف وفي المستوطنات في الضفة وفي الأراضي المحتلة. بدأوا في الرجوع لمدينة اللد وبنوا حارة خاصة بهم تسمى حارة اليشيف. تعد مدينة اللد أكبر المدن الساحلية عددا، ولا تختلف أوضاعها الاقتصادية المتردية عن جاراتها، الأمر الذي رأت به الجمعيات الاستيطانية فرصة سانحة لتفريغها من الوجود العربي بطرق التفافية. هناك محاولات إغراء من طرف هذه الجمعيات للعرب بالمال، يعني ممكن أن يدفعوا مثلا زيادة عن سعر البيت المتداول بين العرب، ممكن أن يدفعوا زيادة يعني كبيرة. يجمع المواطنون العرب في المدن المختلطة على منح السلطات المحلية هناك تسهيلات لليهود فيما يتعلق بقضايا الإسكان، بينما تغض الطرف عن احتياجاتهم للعيش بكرامة. لما البلدية ما بتعطيك أي تسهيلات إنك أنت تشتري بيت بصورة قانونية وتعيش بصورة مرخصة وتدفع أرنونة تدفع ضريبة الإسكان، فهم من بصورة غير مباشرة بيجبروك إنك تعيش بصورة غير قانونية.
رغم جملة التحديات الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في الداخل، إلا أن معركة الأرض والمسكن بالنسبة لهم تبقى هي الأبرز حال تعاقبت سياسة الحكومات اليمينية. بعد أكثر من 24 ساعة من الاعتقال، أطلقت محكمة الصلح في بئر السبع سراح شيخ العراقيب صياح الطوري الذي اعتقلته الشرطة الإسرائيلية بادعاء غزو أراضي الدولة، مستهدف بكل الطرق اللي لدين الشرطة. ويا للأسف الشديد أشعر إن في من وراء هذه المطاردة شخصيات معينة بتستهدفني اللي الشرطة تحطني في السجن. محاولة لكسر معلومات الشيخ، لكن الشيخ خرج بهمة عالية، خرج مرفوع الرأس وقال كلمته: نحن لن نغادر قرية العراقيب، هذه الأرض لله أولا وهي ملك خالص لنا من بعد الله. رغم طلب الشرطة تمديد اعتقال الشيخ صياح لمدة 5 أيام على ذمة التحقيقات الجارية، إلا أن محكمة الصلح قررت الإفراج عنه بكفالة مالية ورفضت طلب الشرطة إبعاده عن العراقيب. الاعتقال بالأساس يعني اعتقال تعسف واعتقال سياسي، لا حاجة كان إلى الاعتقال أصلا، ولكن أقر القاضي بأنه الشيخ صياح الطوري بإمكانه العودة إلى العراقيب، ولا مانع أن يتواجد في العراقيب. حتى النيابة طلبت بأن يتواجد خارج العراقيب في الليل، وطبعا هذا حتى القاضي لم يوافق على ذلك. وباتت ملاحقة شيخ العراقيب والتضييق على قريته بعد هدمها للمرة 31 بعد الماء مخططا متكررا للسلطات الإسرائيلية لتهجيرهم منها، ولكنه في كل مرة يجابه بالصمود. قال وزير الأمن الإسرائيلي فيكتور ليبرمان اليوم إن الوضع في سوريا يتجه للعودة إلى ما كان عليه قبل الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011، مؤكدا بأن إسرائيل لا تتدخل في الشأن السوري على حد تعبيره. وقال ليبرمان بأن إسرائيل لم تتدخل في الشأن الداخلي السوري، وأن ذلك سيبقى مرهون بعدم استخدام الأراضي السورية كقاعدة أمامية لإيران وحزب الله. لجبي كل ما شكري بصعد الشني بسوريا. وتأتي تصريحات ليبرمان بعد أن تمكن الجيش السوري من تأمين كامل الحدود مع الجولان السوري المحتل، انطلاقا من الحدود اللبنانية قرب منطقة شبعة وصولا إلى زاوية الحدود مع الجولان المحتل والحدود الأردنية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إنه أرجأ زيارته المقررة إلى كولومبيا نظرا للوضع الأمني في الجنوب. وجاء هذا الإعلان متزامنا مع ما أعلنه وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن إسرائيل منعت مجددا وحتى إشعار آخر تسليم محروقات وغاز إلى قطاع غزة ردا على إطلاق طائرات ورقية حارقة على أراضيها. وأكد ليبرمان أن هذا الإجراء اتخذ رداً على إطلاق البالونات الحارقة والمواجهات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل. وأنا ليام، واليوم رجعنا لكم فيديو جديد هو تحدي الدوم الحار مع أخونا وليد. أصوات يكاد وقعها يصيب أصحاب الأيدي الناعمة بالجنون، لايك وشير، فيشرعون بالهروب إلى أي مكان دون وعي منهم، ويبدأون بالصراخ كما لو أنهم يسمعون الانفجارات لأول مرة. كنا بدنا نصور تحدي الأندومي أنا وليان ووليد، وحضرنا الصحون وكل إشي، عمالنا بدنا نبدأ في التحدي وهينا بدنا نبدأ، لهو صار قصف، إحنا ارتعبنا كتير وخفنا كتير. حالة من الهستيريا والخوف تسيطر على الأطفال لأيام وربما لأسابيع طويلة، ويصبحون مدركين لأي صوت أو حركة تحدث حولهم. بكونوا بيلعبوا في البيت يعني، بس من حد ما يصير قصف إلا ما ماما يجروا علي ويحضنوني وخايفين، وابني وليد هذا من يوم القصف صار يجيني في الليل: أنا خايف يا ماما، بدي أنام عندك يا ماما. حتى لما بروح على المطبخ الطوليش تعالي جنبي، بنزل على الدرج أو أفيلة. لحتى الآن يعني هي الموضوع صار له أكثر من أسبوع ولحتى الآن مش قادر ينسى. لم يسلم عقل أطفال غزة من منغصات الاحتلال الإسرائيلي،
فمهما كانوا صغاراً يرعبهم صوت الطائرات الحربية، ويعلمون أنها إنذار خطر بات قريباً منهم، ويبقى عالقاً في ذهنهم ما رأوا من أيام دموية تحرمهم من البقاء على قيد طفولتهم البريئة. موجة غضب في الشارع التركي بعد فرض الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات على وزيرين تركيين في محاولة لحمل شركتها في حلف شمال الأطلسي تركيا على إطلاق سراح قص أمريكي متهم بدعم محاولة انقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان قبل نحو عامين. ووصفت الخارجية التركية فرض واشنطن عقوبات على وزير العدل التركي عبد الحميد جول ووزير الداخلية سليمان سويلو بأنه موقف عدائي، وقالت إنها سترد. وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب القس الأمريكي أندرو برانسون الذي ظل محتجزا في سجن تركي لواحد وعشرين شهرا حتى نقل إلى الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي. وسجلت الليرة التركية مستويات أقل بقليل فحسب من 5 ليرات للدولار يوم الخميس بعد إعلان فرض العقوبات على الوزيرين. واتهم برانسون بمساعدة أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولان الذي تقول السلطة التركية إنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 2016 والتي قتل خلالها 250 شخصا. وتسعى تركيا منذ عامين لتسلم جولان من الولايات المتحدة، ووجهت لبرانسون أيضا تهمة دعم مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور. جدل حاد في الشارع الدرزي بشأن قانون القومية. الترحيل الناعم سياسة عنصرية جديدة لإسرائيل في المدن المختلطة. وفي النقب ترحيب بالإفراج عن شيخ العراقيب صياح الطوري.